اس عشق میں مر جاوا. سامحيني يا بنت نيترا، انا ضغطت عليك كرمال تتزوجي، بس ما كان عندي اي حل تاني لحتى اعمله. ما بعرف ليش نيترا ما عم ترد على تليفونها. سافيتا، ايه اتصلي بالشرطة، انا رح خبرهم فورا عن دين ورح سجل كل اقوالي ضده. يلا اتصلي بالشرطة. شو عم تعمل هون؟ انت لازم تعرف انك مستحيل تخوفني. ليش بدي خوفك؟ انتوا رح تصيروا اهل مرتي المستقبليه، يعني عائلتي. شيرا، انت كيف وصلت للصندوق؟ شو الموجود بهالصندوق؟ رح خبرك عمتي، في كم سر مهمين إذا عرفتيهم رح تنصدمي كتير وتتفاجئي منهم كمان. أنتو خبيتوا عن نيترا إنه متبنينا وإن مالا بنتكن، كمان هو خبى عنك سر كتير كبير بهالصندوق. شو هالسر؟ هو ما جابها لنيترا على البيت من أي دار أو حتى من شي ملجأ مثل ما كنتي بتعرفي. هو سرق لنيترا من مكان مختلف تماماً، وحتى ما قدروا أهله يشوفوا أي لمحة منها قبل ما ياخدها زوجك منهم. شي مستحيل، ليش ساكت هيك؟ قل لي انه اللي حكاه كله كذب. لا، ما رح يقلك انه كذب. اذا بقول الحقيقه اللي خبيتوها كل هالسنين عن نيترا، هيك رح يصير في كره كتير كبير جواتها للشخص اللي كانت مفكرته ابوها، وكمان رح تفقد ثقتها فيكن. انا هلا عندي طريقه كتير منيحه لحتى تضلها بنتكن بالتبني موجوده، بس للاسف هي المره ما بقى رح تكون موجوده جنبكن. انتو سرقتوا نيترا من اهلها لما كانت بنت صغيرة، وانا هلا رح اسرقها منكن بعد ما كبرت. مستحيل. انا بعرف السبب اللي خلاني اعمل هيك من زمان كتير، وانا اكتشفت السبب للشي اللي عم تعمله انت يا ديب. بس يا استاذ شارما، هلا انت لازم تفكر بالعاصفة اللي دخلتها على حياتك. خلال 3 أو 4 أيام انت خسرت كل شي كنت بتملكه. بس إذا أنت لسه بتعصبني، رح أعمل شيء أكبر من هيك. رح تصير تترجاني لحتى أقتلك، بس بوقتها أنا ما رح خليك تموت، لأنه بتعرف مين بيكون ديب. الموت لعبتي المفضلة، وأنا بلعب بالموت بكل يوم عم عيشه. موهان، من اليوم ورايح رح تصير تعمل مثل ما بده صهرك وبتنفس كل كلامه. بعد شوي رح توصل الشرطة على المشفى لحتى تاخد أقوالك، بس أنت بوقتها رح تقلن إنك مالك متذكر أي شيء بخصوص الشخص اللي هاجمك. وبس هنن يروحوا رح تجي أمي لهون، رح تقترح شيء. هلأ هز براسك لأعرف إنك موافق. موافق. حلو، كمان رح يكون إقناع نيترا مهمتكن هو الشيء الأصعب. أنت أبوها اللي قصدته انه هي ما رح تقدر ترفض اي طلب لابوها، لانه هي بتحبك كتير. كون متاكد، بس تقتنع نيترا كل شي رح يكون بعده منيح، والكل هون رح يرجعوا مبسوطين مثل قبل. عمي وحماتي، انا اخذت كتير من وقتكن، هلا صار الوقت لحتى اروح. انتبهوا على حالكن. اللي ليش عملت هالشي؟ انت سرقت بنت من عيله تانيه، فهمني ليش؟ مو مهم تعرفي هلأ ليش عملت هالشي يا سافيتا، لا تضلي تسأليني عن السبب. المهم إنه نحنا نعرف إنه بنتنا ما رح تكون عايشة بأمان إذا تزوجته لديب، بس نحنا لازم ننقذ بنتنا من هذا الفخ، لو شو ما كان التمن رح ندفعه. ما لازم تتعاقب بنتنا على الذنب اللي أنا عملته من زمان، وقت سرقتها وقت كانت طفلة صغيرة. كيف ممكن نخلي نيترا ترضى تتزوج من ديب بعد ما عرفنا حقيقته اليوم؟ برأيي نحن لازم نخبر نيترا الحقيقة كاملة وبصراحة. ما بصير. ليش؟ لا تفكري انك تخبريها بهذا الموضوع ابدا. اهدى وسامحني.
ما رح جيب سيرة موضوع بحياتي، سامحني ما رح احكي عنه لأي حدا أبدا. خلص اهدى، انت رح تصير منيح. خلص انت اهدى وارتاح. نيترا، شو هو الشيء الخطير كتير الموجود بعيلة نيترا الحقيقية لحتى أبوه عم يوافق يخليها تتزوج ديب رغم حقيقته؟ لازم تعطي الكركم لعروستك المستقبلية، هيك أصول العرس. عروستي؟ وقت بيتعلق الموضوع بحبيبي ما بقبل الهزيمة. ضل 24 ساعة وبعدها أنت رح تصير ملك إلي للأبد. هالشي وهم يا تارا. أنت اللي مفكر هيك ديب. هلأ أنا واثق من هذا الشي كتير منيح، يفضل إذا بتطلعي من حياتي للأبد. أنا ما رح روح لأي مكان ورح ضل موجودة بحياتك، وما رح أسمح لنيترا تتزوجك أو حتى تفكر تاخدك مني. أنت فشلتي أكثر من مرة وبتضلي بتحاولي ديب. تعرف مثل ما بيقول المثل إنه مو منيح يتقابل العريس والعروس. قابلني بالليل عند منصة العرس. اللي وين ما كان أبوها لنيترا. صدقيني صدقيني يا مدام، أنا رحت وعملت مثل ما قلتيلي بالضبط، بس المريض كان طالع من المشفى وقتها، أنا ما قدرت أعمل أي شيء. صدقيني عم قول الحقيقة يا مدام. وين بيكون اختفى؟ بيسترجي يعمل كل هالشي معي. قلولي وين راحت الزينة؟ وين اختفت كل أغراض العرس؟ يلا وين راحت المنصة؟ أكيد فاسون دارة، أكيد هالختيارة هي اللي بتكون عملت كل هالشي. شفتي شو صار يا أختي تارة؟ أنا حذرتك أكتر من مرة وحكيت كتير مشان ما توقعي بفخ ديب، بس ما رديتي علي. رح أقتلهم كلهم وما رح أدرك حدا عايش منهم. قولي لي شو فايدة الندم بعد ما راح العريس من إيديكي؟ وهلأ لعبتك بتكون خلصت، خلص انتهت، لأنه ديب رح يتزوج نيترا وأنا واثق أنك رح تكوني مزعوجة كتير إذا صار هالشي، ورح تجني كمان. بس خلصتي عصبيتك وجنانك، لازم تجهزي صحن الضيافة يكون كتير حلو، ولازم تهتمي فيه كتير، لأنه اليوم أنت لازم ترحبي بالعرسان الجداد بالبيت هون. ما رح تستفيدي شيء إذا طلعتي هيك، لأنه أنت خسرتي هلأ وعائلة نيترا مختفية. شو رح تعملي هلأ؟ عائلة نيترا كيف ممكن انساهم؟ ما في حدا اضعف من عائلة هالعدو، وانا بعرف منيح شو لازم اعمل معهم. راح تشوف اختك شو راح تعمل. الو، نصيحة لا تغلط وتسكر الخط. بقدر ساعدك لحتى تهرب بنتك من فخ ديب، بس لحتى أقدر ساعدك لازم تقلي وين المكان اللي رح يتزوج فيه ديب وبنتك، وقتها بقدر وقف كل هالمهزلة اللي عم بتصير. طيب قلي لي كيف ممكن صدق حكيك؟ عندك أي خيار تاني؟ وعلى فكرة خليني أقلك شي مهم، بوضعك هاد أنت مضطر تصدقني. أنا مستعدة أعمل أي شي لأوصل لديب. استفيد أنت من هذا الشي، لأنه رح أنقذ لك بنتك من فخه لديب، ورح ترجع لحياتك القديمة. كمان أنا بعرف كتير منيح أنك ضد يصير هذا الزواج، بس ما بعرف شو هو سبب ضعفك هاد. أنا بقدر أقلك العنوان، بس بدك توعديني هلأ أنك ما رح تأذي بنتي نهائياً، ماشي؟ لا تخاف ما رح أذيها،
العرس رح يصير بمنتجع قريب على أوتوستراد نايجاو. أنت؟ لازم أحكي معك بموضوع. نحن رح نصير زوج ومرته قريباً. أنا أجيت يمكن لحتى أقلك أنه ما بدي يكون السبب لجرح يصير معك من دون ما أحس. رح أقدم لك كل الفرحة بهي العالم. أنا صح ما بقدر شوفك، بس بقدر حس فيكي بعيوني وبكل عقلي كمان. وحتى بعرف كتير منيح أنك رح تكون اليوم أحلى عروس بكل العالم. مبروك. عشق میں مر جاوا تو جو کہے وہ کر جاوا. هذا انجاز جديد. مبروك يا ديب لانك هلا قدرت تحقق هدف جديد بحياتك. نيترا؟ نعم. شو صار؟ مبين أنك متوترة. أنا حاسة بإحساس كتير غريب، حاسة بالخوف. طيب شو صار؟ قليلي، في شي حدا حاول أنه يزعجك؟ لا مو هيك الموضوع، أنا بس كنت خايفة على عائلتي أنه يصير معهم شي مشكلة. أمي وبابا وسانجو اليوم زوجنا يا أستاذ، وأنا بعرف إنه تارا رح تعمل أي شيء كرمال توقف بوجه هذا الزواج. أنا بتمنى إنه ما تأذي عائلتي ولا يصير معهم شيء بسببي. هي مو بس عائلتك، هي صارت عائلتي كمان. صرنا عائلة وحدة هلأ يا نيترا، وطالما أني لسه عايش طمني ما حدا بيقدر يلمس ولا يأذي عائلتنا أبداً. شكراً أستاذ. قليلي، ديب. ديب؟ ديب؟ يلا ابني، الكاهن تحت، صار وقت إنه نبلش الاحتفال. نحن رح نضل هون مع بنتي نيترا. بظن من الأفضل إنه نحن نضل هون مع بنتنا وما ننزل. ما لازم يصير هالشي. أنا بقصد إنه نحنا رح نحتاجكن معنا مشان نعمل الطقوس. يلا خلونا ننزل كلنا. تفضلوا. أنت هون؟ أنا ما ممكن إني أترك حبيبتي ومرتي المستقبلية لا معك ولا مع أي حدا، لأنه أنا ما ممكن أوثق بقى بأي حدا. ليش عم بيقول هذا الشيء؟ معقول بيكون بيعرف كل شي صار؟ يلا. يلا استعدي براج سينج. زوجتك المستقبلية صارت جاهزة، حبيبتك تارا هلأ جاية لعندك لحتى تتزوج، لأنه أنا الوحيدة يا سيد ديب اللي إلها هذا الحق. بطلب من القدير إنه يحميكم ويكون هذا الزواج كله مبارك وسعادة وهنا. مد إيدك لقدام، وقت بربط هذا الخيط ما رح يصير أي مشاكل بهذا الزواج نهائياً. هي اجت من هون؟ شو
شو عم تعملي تارا؟ بالأول بدي أنت تخبرني شو عم تعمل هون. أنت ليش كنت لاحقني؟ أنا أجيت حتى أحميكي لأنه ما بدي أختي الوحيدة تموت. أنا أجيت لهون كرمال ساعدك. خلاص بكفي، أنا ما بدي أي مساعدة من أخ محتال مثلك. يلا روح من هون، روح واتركني لحالي. فيروت ماشي، أنا رح أروح، بس لازم تعرفي إنه إذا رحتي لحالك مثل كأنك رايحة على الموت برجليكي. أنت حتى ما بتعرفي قديش حاطين حراس جوا، في حارس على كل زاوية، بس القرار قرارك. ماشي، بس اتذكر شغلة واحدة، إذا بتغدرني هالمرة وبتخدعني فيرات رح فضي كل طلقات مسدسي فيك. ماشي، انتظري. أنا خايف كتير، أنا تارا ما توصل بالوقت المناسب. إلا إمتى رح نضل هيك؟ أنا عم بقول لحالي ليش ما منخبر نيترا بكل الحقيقة؟ ما بظن أنه لازم نخبرها، يمكن يكون الموضوع خطير. نادوا لأهل العريس خلي يجوا ويحطوا العلامة للعريس. يلا تفضلوا. شو اللي صار يا عمي؟ ليش ايديك عم يرشفوا هيك؟ في شي مشكلة؟ لا ما في اي مشكلة. لا تخاف يا عمي، بنتك رح تكون مبسوطة كتير معي ورح احميها. هلأ نادوا على العروس. ماشي. تارا؟ استاذ فيرات؟ لك انتو شو عملتوا لبنتي؟ لا تخاف، هي بس غميت. تارا بسرعة بدل تيابك مع تياب نيترا. ديبو يلي اختار فستان العرس يلي لابسته، واللي حيعرفه من الملمس تبعه. صح، وكمان لازم تحطي من عطرة مشان يفكر انه انت بتكوني نيترا. اما انتو خدوا تارا بايديكم لتحت مشان ما يشك ديب. ماشي. ديب ما رح يقدر يكشفنا لانه اعمى، وما رح يقدر يميز مين في معه على المنصة حتى ينتهي العرس. ليش تأخرت العروس لحتى تيجي؟ الوقت المقدس رح يخلص. شيرا. حاضر. نادي للعروس بسرعة، رح ينتهي الوقت المقدس. انتظر بس ثواني. لا، ما لازم العريس يتحرك ويقوم خلال الطقوس، هالشي مو منيح. الكاهن معه حق تماماً، أنا رح روح، رح جيب نيترا معي فوراً.
شوف هاي العروس اجت. خلونا نبلش بالاحتفال. بدي أبوال العروس يقرب يسلم العروس. وهلا لازم تدوروا سوا. لازم تحط الكركم عجبين العروس. شو هالخيانة الكبيرة هاي؟ وهلأ خلصوا طقوس الزواج ولازم تاخدوا مباركة الأهل. يا عمي أنت كنت مفكر رح تقدر توقف زواجي من نيترا وتخدعني وتخليني اتزوج تارا. أنا صح ما بقدر شوف، بس تنبؤي وإحساسي كان أفضل من خطتكم بكتير. تارا شو كنتي مفكرة؟ أنا ما رح أعرف إنه أهل نيترا رح يخبروكي فوراً عن مكان العرس؟ أنتي بتعرفي إنه بكل بيت موجود جاسوس حتى يجيب لي كل الأخبار، مثل أخوك فيرات بالضبط. أختي طالعة كتير حلوة بهذا الفستان، وفيرات رح يسلمك بإيدي تنتين للعريس اليوم. أنا مو غلطان أبداً يا تارا،
الحياة مصاري، وأنا أخذت 4 أضعاف المبلغ كرمال أعمل هذا الشيء لديب، وبكل الأحوال ما رح خليكي تتزوجي من هالمحتال. أنت واحد غشاش، أنا بضل بوثق فيك كل مرة، وكل مرة أنت بتضل تخون ثقتي وتغدرني. أنا رح أقتلك. خلاص كارا، وقفي جنونك. الكل يطلع لبرا. هلأ اسمعيني منيح شو رح لك يا تارا. لازم تعتبر الشي اللي صار هو فوز لإلك مو خسارة. أنا ما كان بدي خونك ولا حتى أكذب عليكي. سبب زواجي من نيترا له سبب كتير كبير، أنا رح لك إياه. ومشان هالشي أنا مستحيل أقدر خونك أو أخدعك. هي مستحيل تاخد مكانك تارا، عم تفهمي؟ لهيك لازم تنسي تعصيبك هلأ وتروقي منيح لحتى تساعديني بلعبتي هي بس لفترة قصيرة. لا تروحي انتي لوين عم تهربي مني، ما في داعي تخافي ابدا، لانه وعلى غير العاده انا هالمره ما اجيت لحتى اقتلك، انا اجيت لبارك لك، اجيت لاني شفقانه عليك. تفضلي اعتبري هي هديه زواجك انتي وديب مني. انا رح انصحك نصيحه مهمه، انه تقتلي حالك فيها هلا، هيك كل شي رح يكون أسهل، لأنه صدقيني إنك رح تتوجعي كتير ورح تبكي، وقت ديب رح يعذبك ويقتلك بإيدي. وقفي هالحكي السخيف هاد، قليلي شو بدك مني؟ أنت ليش دايماً بتضلي لحقتي لديب؟ وجاي هلأ تجنينيني؟ مفكرة أنه أنا مجنونة؟ مفكرتيني مجنونة؟ ديب هو اللي رح يخليكي تفقدي عقلك. فكري إنه كل يوم رح يصير معك شي جديد، شي غريب كتير، يعني كل شي جديد ومفاجئ. صدقيني رح يصير معك تغيرات كتيرة، وانتي ما رح تقدري تفهمي شو اللي عم بيصير معك أبداً. لهيك أنا عم قلك خدي مسكي هي بإيديكي ويلا تلي حالك فيها هلأ. لك شو هالحكي السخيف؟ انتي ليش اجيتي؟ روحي من هون وتركيني بحالي. ليش ما عم تفهمي الشي اللي عم قلك يا من زمان؟ لا تفكري انه بعد ما تزوجتي ديب وقلتوا العهود لبعض صار زواجكم كامل وفيكم تكفوا حياتكم بشكل طبيعي. فيكي تعتبري إنه وقتك مع ديب خلص انتهى نيترا، لأنه الموضوع بالنسبة لديب هو تقضاية وقت مو أكتر، وهالوقت رح يمر بسرعة. تعرفي إنه ديب بعد ما خلص العرس هو إجا لعندي فوراً؟ بتحبي تعرفي هو شو قال لي؟ بوقتها حبيبي ديب إجا لعندي وقال لي إنه هو متعلق فيني أنا وبس، وإنه ما حدا بيقدر ياخد مكاني بحياته مين ما كانت البنت حتى لو كنتي أنتي، لأنه هو بقلبه تارا وبس. برأيك هو مين عم يخدع؟ أنا ولا حضرتك؟ ولا نحن التنتين؟ انتي لسه ما بتعرفي ديب، هو عنده عادة قديمة انه يلعب بقلوب الناس ويجرح مشاعره، هي هواية عنده وانا تعودت عليه. انتي جديدة على هي اللعبة، كان في وحدة هيك قبلك هي كانت كمان تزعجني كتير بس هلأ اختفت، وهلأ دورك. تذكري انه انتي مجرد أداة
ولعبة صغيرة بإيدين ديب، بس عم يستخدمك لمصالحه. أنتي ما رح تقدري تفهمي إمتى ولا كيف هو رح يطالعك من حياته ورح يرميكي برا بسهولة. أنا عم حذرك ولازم تفهمي. بالمناسبة حياة زوجية سعيدة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.